طفي الشمع. يلا، واحد اتنين تلاتة. السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده يا جماعه عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد احمد، وعاملين له مفاجاه. بصوا يا جماعه، دي الحاجات دي عندنا. هنبدا ان احنا نعلق له كده بالونات، ونعلق له حاجات حلوه، ونعمل له مفاجاه. احمد اصلا مش موجود في البيت، فراح عند خالته هو وتوته، واحنا بقى هنوضب البيت قبل ما يجي، وهنعلق له بالونات ونعملها له مفاجاه. خليكم معانا. ايه رايكم بقى يا جماعه في الديكور اللي انا عملته انا وماما؟ وعلى قدنا شويه بس حلو، واللي احنا عايزين نعمله اهو. اكتبوا لنا بقى في الكومنتات حلو ولا لا. بصوا يا جماعه، احنا عملنا حرف الاي زي ما انتم شايفين كده، اول حرف من اسم احمد، وعلقنا بالونات كده بسرعه. احنا مستعجلين عشان احمد عند خالته، واتصلنا عليهم وزمانهم جايين، محدش يعرف اصلا ان في عيد ميلاد ولا اي حاجه. وحضرت له التورته، يعني انا عامله التورته النهارده الصبح، وشافني بصراحه وانا بعمل التورته، بس مش في دماغه ان هو في عيد ميلاد ولا حاجه. انا قلت له ان عيد ميلادك، بس ما قلتلوش ان انا هعمل له حفله. هنزل لكم كل حاجه بقى، واحنا بنعمل التورته وكل حاجه ان شاء الله. هعمل لكم فيديو وانا بعمل التورته، بس الفيديو بتاع النهارده بتاع عيد الميلاد. واحنا دلوقتي منتظرين احمد، بس قولوا لنا ايه رايكم. هو ديكور كده على قدنا عشان احنا مستعجلين، كان عندنا اصلا كل الحاجات دي، عندنا بالونات وعندنا حاجات كده، فاحنا رحنا عاملين الديكور ده كده بسرعه. صح يا جماعه، وكمان لسه ما اشتريناش الهدايا. هنعمل عيد الميلاد من غير هدايا، وهنروح محل الهدايا. احنا عندنا محل كده جارنا، وهنخليه هو اللي يختار الهديه اللي هو عايزها. دلوقتي بقى يا جماعة عايزين نشوف رد فعل احمد لما يشوف البالونات ويشوف التورتة. خليكم بقى. احنا قفلنا النور عشان الجرس الباب بيضرب، واحمد هو اللي جه. عايزين نشوف رد فعله عمل ايه. يلا افتح الباب، تعال يا احمد، تعال تعال بس اوريك حاجة، تعال بص اجري. ايه رأيك؟ حلو. ايه رأيك؟ عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد مين؟ مبسوط؟ اه. بص انا قلت لك ايه؟ الله. حرف ايه مين ده؟ حرف ايه ده؟ حرف الايه. بص قلت لك كبير عشان انت كبير. بقيت عندك كام سنة؟ ست سنين. شاطر، برافو عليك. كملت ست سنين تمام. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. عقبال مليون سنة. عاجبك يعني الديكور ده؟ اه. طيب يلا. يلا بقى عملت لك التورتات، انت شفت التورتات صح؟ اه. دلوقتي بنحضر علشان هنحط التورتايه. ايه التورتايه؟ التورتايه جنة كده. ظبطيها بقى، ظبطيها عشان نجيب التورته ونحطها عليه. ظبطيها كده في النص، ظبطيها. ايوه كده تمام. سيبيها بقى، سيبيها سيبيها، خش بقى تو التورته. يا جماعه جنة جايبه التورته اهي، تعالي حطيها. هاتي التانية بقى، دايرها كده وشوفها ايه رأيك. استنى نشوف اهي. علي احمد حلوة. بص احمد عمل ايه؟ مش انا اللي عملت. احمد هو اللي كلم. انا. ايوه انت اللي كلتها. لا مش انا. لا ايه؟ كمان شايفين كده، دي كانت تورتة عيد الميلاد، وان شاء الله هنزلها في فيديو لوحده بالمقادير المظبوطة، وهقول لكم انا عملتها ازاي. انا عملت اتنين، ماخدوش مني وقت خالص، وطعمهم كان جامد وكان حلو. معرفش اصور بقى عشان الكاميرا كانت فاصلة بقيت عيد الميلاد، بس صورت سيشن كده مع احمد، وعملت له عيد ميلاد كده خاص، وعملت ديكور جديد وكل حاجة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. يا جماعة بحبتهم جدا 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 جدا. النهارده حفلة عيد ميلادي، وماما بصوا عملت لي التورتة دي، خليتهم معايا. يا جماعة ماما فاجئتني بحفلة عيد ميلادي، وعزمت ولاد خالتي، وانا ما كنتش عارف اصلا ليه هي هتعمل لي كده. يا جماعة انا مبسوط عشان ماما عملت لي التورتة، وماما بشكرها جدا قوي قوي قوي. بحبك يا ماما قوي قوي. يا جماعة تعالي نظبط التورتة مع بعضين. شاطر يا احمد، برافو عليك. هو يا جماعة اللي اصر ان هو يظبط الشمع بتاع التورتة. حط هابي بيرثدي، حط هابي بيرثدي. اه هتعرف تحطه ولا ساعدك؟ اعدلها كده غلط. هات انا اعدلها لك. ايوه كده اهي كده. ايوه سيبها كده بقى، حطها كده بتبقى كده ماشي.
دي هابي بيرثي داي. ثانيه عاوز اعمل حاجه بس. بصوا يا جماعه هو اللي اختار التورته الصغيره دي اللي هو يعمل بها سيشن وكمان ايه يصور بيها. دلوقتي هتشوفوا عيد الميلاد اصلا فهتشوفوها. طيب حطي دي، هتحط احمد فين؟ هتحطها فين؟ حطها في النص تعرف هنا. ها ماشي اوكي، حطها هنا، حطها في النص كده. لا ازنقها قوي. ها اعملها، اعملها جامد. دي اضغط عليه. حط بقى الشمعية تعرف. اساعدك، ممكن اساعدك، اساعدك انا، هات وانا اساعدك اهي. بص عشان انت مش ظابط دي اهي، انت خايف على التورته اهي، ودي تروح جاي حاططها كده. وقعت. بسم الله. ليه؟ بصوا يا جماعه هي مش راح توقف هنا، ف كان في خرم هنا احنا حاطين الخرم بتاعها اصلا. ماشي. طب انت بقى عندك كام سنه دلوقتي يا احمد؟ 6 سنين، وكملت 6 سنين في عيد ميلادي برضه. ما هو عيد ميلادك يبقى كده عندك 6 سنين. ماشي. كل سنه وانت طيب. تعالى بقى هات الولاعه وتعالى نولع، نولع لك الشمعيه. يلا يلا اطفي النور الاول، تعالى اطفي النور الاول. بصوا يا جماعه ايه رايكم عملت لاحمد الديكور ده، وعلقته له كده في السقف زي ما انتم شايفين كده، غير الديكور التاني. بصوا يا جماعه يلا بقى عشان نولع. هجيبولكوا برده من بعيد. انت جبت الكبريت؟ بس اهو عشان يبقى مبسوط. انت يا ابني. طب يلا تعرف بعيد بقى، وروح انفخه بعيد. ايوه كده. بص ايه رايكم في التورته دي؟ انا اللي عاملاها وهنزل لكم، يعني اللي عايز هنزله الطريقه. شيل شيل ده شكله وحش، شيل ده. ايوه ده، ودخله جوه، دخله مطبخ بقى وتعالي اجري. اعمل له سيشن ده لوحده، وكمان قعدت اصوره، وهو يعني حبيت اعملها له كده حاجه خاصه بالتورته الصغننه دي. يلا يا احمد جنة جت اهي. يلا زي تو يو. يلا قولي معايا جن. احنا مكسوفين. سنة حلوة يا جميل. احنا مش راضيين ننزل اغاني عشان انتوا طبعا عارفين في حقوق ملكية لو نزلناه على النت، فعشان كده احنا مش هنشغل اغاني عشان بيجي لنا حقوق ملكية. اعملها هتطفيها. طب استنى ما نطفي النور التاني، استنى نطفي النور اضلم لك الدنيا كلها. اهم حاجة انت مبسوط. كل سنه وانت طيب، وعقبال يا رب مليون سنه. يا جماعه هنعمل ايه يا احمد؟ هنطفي الشمع. يلا 1 2 3 سقف بقى. خليتك تحتفل بعيد ميلادك لوحدك، حاجه خاصه اهو. ايه رايك؟ 1 2 3 اهي. يلا هاتي السكينه بقى عشان اقطعها. هتديني منها حته يا احمد؟ ايه رايكم يا جماعه في التورتيه اللي انا عاملاها؟ يا جماعه انا اللي عاملها، يعني انا وماما اللي عاملينها مش انا. الله انت اللي عاملها؟ انا اللي عاملها. انت احمد كان بيساعدني وشفت. لا احنا الاثنين عاملينها، مش انا اللي عاملها، انا اللي حطيت عليها الحاجات دي معاكي يعني. ماشي يا عم هعديها لك. انا قصدي انا اللي عاملاها في المطبخ يا احمد، مش الحاجات اللي عليها. ماشي. كل سنه وانتم طيبين، واكتبوا لنا في الكومنت عيد الميلاد كان حلو ولا لا. كمان اكتبوا لنا رايكم يا جماعه، يعني في الديكور اللي احنا كنا عاملينه، الديكور الاول اللي جنى عملته وانا ساعدتها وعملناه مع بعض، والديكور التاني برضو اللي عملناه عشان نعمل بالسيشن. وقولوا لنا ايه رايكم في التورته وفي المفاجاه اللي عملناها لاحمد، كانت مفاجاه حلوه ولا لا. يا جماعه انا ما طبتش اصلا، عارفه ما هتعمل لي كده. كنت مبسوط؟ اه. يلا اكتبوا لنا في الكومنت اتعمل لكم مفاجاه ولا لا. قول لو عجبتوا الفيديو يا جماعه ليه اعملوا لايك، واشتركوا في القناه وتفعلوا الضغط. مع السلامه يا جماعه. جابتها من فوق من المروحه يا جماعه. انا تتعوزي بالنور ده. ماشي بقى هاتي الدرس.